شحال الثمن؟ انت باين في هذا؟ عطاونا فيه 120. انت باين في هذا؟ بالنسبة خويا السوق، السوق راه الثمن مناسب. انا بعدا جاني الثمن مناسب، لا اللي تيشري ولا اللي تيبيع. وعرفتي الظروف اللي تمر منها دابا، العلف مثلا العلف دابا راه طالع بالنسبة للمقارنة مع ذاك العام اللي داز وهذا العام اللي هذا العام الحالي، راه العلف طالع. العلف دابا راه الخروف كاين اللي تياكل الضوء تاع ذاك العام، والشنق حتى هو راه مضرور، واللي بغى يشري مضرور، وشويه هك وشويه هك. والله يجيب السلامة. سلام الله رشيد اخويا. يا سيدي السوق شويه اخويا، الثمن ما كاينش، الثمن كاين واللي بيشري ما كاينش بشحال بشحال وصافي. لا ما كاينش، هو الغلا ديال الالف. الدوله ما كاينش المساعده، ما تساعدش الفلاح، ما كاين لا مساعده لا والو. الفلاح دابا درك هو داكشي طلع غالي، غالي العلف غالي، كلشي غالي، السيارات المازوت زاد، كلشي تزاد. حتى المواطن حتى هو القدره ديال الاستطاعه ما عندوش باش يشري، ما عندوش قدره الاستطاعه يشري، ما كاينش. الانسان المواطن بغى يشري ولكن ما عندوش الجهد، كلشي غالي عليه. هادشي اللي كاين قدام ردي نتم الله. ايه اخويا جينا بغينا نتقداو، الجوده كاينه ولكن ماشي ديك الجوده اللي بغيتي 100%. باقي مازال واحد 10 ايام السوق شويه بين وبين. المليح كان مع الصباح، الثمن كاين، الثمن المواطن عادي ياكل العصا شويه بالنسبه لهاد العام. بالنسبه للحاجه الغليظه مزيوده فيها 20000 اللي مزيوده. واو كلشي عادي، كلشي عادي يضحي الحمد لله، كلشي عادي يضحي، ولكن كاين الثمن شويه. ويولي العمس ديال الخروف ديال 1400 للكيلو، تيبغيولي داير 3000، داير 4000، والتبن داير 80 ريال، 100 ريال في الكيلو. اللي بغات ليا من الزيرو. شحال عطاك عبد الفتاح؟ شحال الثمن؟ 168 اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الجالي. كي داير السوق اليوم؟ السوق الحمد لله بخير، المليح بالثمن ديالو. وراه كل كاين الثمن في المليح. وكاين راه كلشي، كلشي بحقه. راه المسكين يعيد، الغني يعيد، المتوسط راه يعيد، كلشي كاين الحمد لله. لا كاين شي شويه طالع، شي شويه الثمن، حيت كاين العلب. العلب العلب غالي. اللهم بارك.